السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيك في الكورس اللي مع بعض إن شاء الله هنخليه أقوى كورس اتعمل للتعلم من خلال الأفلام في أي حتة في العالم. ما تركزش في إني حلقت شعري، وخليني أقول لك إن في الكورس ده هناخد الفيلم من أول لقطة لحد آخر لقطة. وبما إننا عملنا تصويت وحضراتكم بأغلبية ساحقة اخترتوا إننا نعمل 3 أفلام لثلاث مستويات، فالفيلم ده بتاع المبتدئين. بين قوسين مش مبتدئين، من الصفر على الأقل تكون أخدت أول كورس في طريق علشان تفهم. في الكورس ده هعلمك فيه الكلمات الجديدة، النطق، هقوي لك الاستماع، وهنراجع على قواعد كتير. كل ده واحنا بنتسلى وبنتفرج بدون كلام كتير. بقى شغل يا ابني المشهد بتاع النهاردة، شوف المشهد وارجع لي تاني. طيب، في البداية بنشوف شرارة نار جوه كهف بتورينا الرسومات اللي جواه. ده بيوريك ان في حد عايش في الكهف ده وبيقضي فيه وقت طويل. بنخرج بقى للنور وبنلاقي بعض الحيوانات الغريبة زي ده. ده طبعا حيوان مش موجود إلا في الفيلم وبس، الرسام واخده من كذا حيوان ومجمع شكل جديد. فبيبدأ الشخص الضخم ده يزعق لهم بكلام مش مفهوم علشان قال يعني يخوفهم فيمشي. بالمناسبة الشخص الضخم ده اللي عامل صوته هو نيكولاس كيج، وده كنت قلت لك في الحلقة اللي على يوتيوب بتاعت التعلم من خلال الأفلام إنه من ضمن الشخصيات اللي أنا بحب أقلدها. طيب، الشخص ده هنا رجل كهف. كهف بالإنجليزي يعني كيف، ورجل كهف يعني كيف مان، كلمة واحدة كيف مان. الكيف مان هنا خوف كل الحيوانات الغريبة دي، بس فاضل واحد بيبصله ومتسلي بالتهريج اللي بيعمله ده، فكان طبعا لازم يخوفه. بنلاحظ بقى انه قفز على كتفه مباشرة بنته، وبتعمل حاجات نينجا وكده يعني، فما تاخدش في بالك. المهم بنلاقيه بيقولها You were supposed to wait for my signal, Eve. طيب، دي معناها على بعضها كده المفروض كنتي تنتظري إشارتي يا إيف، اسمها إيف يعني. طيب، في تعبير هنا أحبك تعرفه وتستخدمه. لما نقول subject plus auxiliary plus supposed to، الكيمياء اللي مكتوبة دي متحفظهاش طبعا، قصدي أقولك إننا لما نحط فاعل وبعديه فعل مساعد وبعديه كلمة supposed to، هي دي التركيبة اللي عاوزك تعرفها. هنا دي كده معناها من المفترض أن، يعني أقول لك you are supposed to، أنت المفترض أن، he is supposed to، هو المفترض أن، I am supposed to، أنا المفترض أن. طب لو بتكلم في الماضي بقى هقول إزاي؟ you were supposed to، كان من المفترض أن أنت كذا، he was supposed to، كان من المفترض أن هو كذا، I was supposed to، كان من المفترض أن أنا كذا، تمام؟ طيب اسمع كده. You were supposed to protect us. طيب هو هنا كان بيقول لها ايه؟ You're supposed to wait for my signal, Eve. كلمة signal يعني إشارة. Signal. لو ما عندكش شبكة أو إشارة في تليفونك بتقول I have no signal. لو حد بيشاور لك بإشارة معينة أنتم متفقين عليها بتقول إنه he gave you the signal، عمل لك الإشارة اللي أنتم متفقين عليها مثلا. خد بالك إننا بنقول gave the signal مش did، خطأ شائع. طيب بيقول لها كنت المفترض إنك تنتظري الإشارة بتاعتي يا إيف، يعني هما كعيلة يعني عاملين إشارة لبعض إن لو الجو أمان يعني نخرج من الكهف، فهي طبعا ما استنتش الإشارة. طيب نكمل. بنته إيف بقى بتتجاهل كلامه وبتكمل في النينجا بتاعتها، وبتنزل في وسط الحيوانات الغريبة دي وهما نايمين، وبتقول لهم بو. إيه بو دي؟ دي اختصار بيكابو. كنا يعني عرفنا الأولى لما نعرف التانية. بيكابو هي لعبة بتلعبها مع طفل صغير، بتخبي وشك مثلا بإيدك وبعدين توري له وشك فجأة علشان تفاجئه وتقول له بيكابو، بخدك يعني، اللي هي عندنا في مصر بخ. إيف هنا بقى ما عندهاش وقت تقول بيكابو كلها على بعضها كده، فقالت لهم بخ بو، فخضتهم ومشيوا. خد بالك بقى ان نفس النطق ده بو لو اتكتب كده بي يو له استخدام تاني خالص. الازواج احيانا بينادوا بعضهم بي بو، ولكن في الغالب الستات اللي هيستخدموها لانها كلمه فيها ترقق شويه وما ليش على الرجاله، فممكن الست تقول لجوزها مثلا let's go eat out boo، يعني ما تيجي نخرج ناكل بره يا حبيبي. دي عامية جدا طبعا، فمش هتلاقيها الا في كورس الافلام. طيب نكمل. بيهربوا منها بقى، فبيجوا على وش ابوها، وبعدين هي تبص للسماء وتقول We've been in the cave forever. We've اللي هي we have been in the cave forever.
المعنى الإجمالي للجملة دي هو إن إحنا بقلنا في الكهف من زمان قوي، لقد كنا في الكهف منذ زمان طويل. كلمة forever طبعا أشهر من إننا نشرحها يعني للأبد أو لمدة طويلة forever. طيب إيه بقى we've been دي؟ دي اختصار we have been. طيب نكمل بقى الكلام، بهزر هشرحها لك طبعا ما تزعلش. we've been هي بالضبط لما نقول we were، يعني بنتكلم على الماضي. لو قلت you were in the room أو قلت you've been in the room، الاثنين معناهم بالعربي إنك كنت في الغرفة. طيب ليه ليهم طريقتين في الكلام لما هما نفس المعنى؟ بص يا سيدي، القاعدة دي بتعمق هتتشرح لك في طليق في وقتها، ولكن اللي يكفيك منها النهاردة ويزيل أي لبس عندك هو إن احنا عندنا نوعين من الماضي في اللغة الإنجليزية، ماضي انتهى من فترة وماضي لسه حالا منتهي. غريبة دي صح؟ يعني أنا لو لسه خارج من الغرفة حالا دلوقتي يبقى وجودي في الغرفة ده كان ماضي ولسه منتهي حالا، لأن أنا دلوقتي مش في الغرفة، أنا خرجت أهو بقيت برا. وجودي في الغرفة ده كان ماضي بس لسه الماضي ده حالا خلصان. تمام كده؟ ده معنى الماضي اللي لسه حالا منتهي. طب والماضي البعيد يعني إيه؟ يعني بكرة بقى إن شاء الله لما تشوفني تاني وتحكي لي إيه اللي حصل لما أنا كنت في الغرفة مبارح في الوقت ده، وأنت بتحكي لي وجودي في الغرفة ده مش ماضي لسه منتهي، ده انتهى امبارح وانت جاي تحكي لي عليه، صح؟ فده اسمه ماضي بعيد. طيب في الانجليزي بقى لو قلت I have been in the room يعني معناها انا كنت في الغرفة بس لسه حالا خارج، ولو قلت I was in the room معناها انا كنت في الغرفة بس ده من شوية، من ماضي بعيد، انت لسه حالا مش خارج ولا حاجة. ولكن زي ما قلت لك القاعدة دي فيها تعمق اكتر هيجي لك في وقته على طريق، احنا هنا فقط بنفك اللبس. طيب نكمل. كانت بتقول we've been in the cave forever. طبعا انت دلوقتي فهمت ليه هي قالت we've been، هي لسه حالا قدامك هي خارجه من الكهف، ماضي انتهى حالا. طيب فبيرد عليها ابوها من تحت بيقول لها 3 days is not forever، 3 ايام ليسوا للابد. 3 ايام مش مده طويله يعني يا ايف ما تهزريش يعني. وهنا مشكله بتحصل معاك لو متعلم فقط وحصريا من كتاب الوزاره او اي طريقه تقليديه بتتبع نفس النهج. المشكله هنا بتقول ان كلمه days دي أيام جمع، ما تاخدش is خالص، تاخد are. يعني كان من المفترض أنه يقول 3 days are not forever. He was supposed to say 3 days are not forever, right? لا هو صح. خد بالك بقى علشان النقطة اللي جاية دي بتوقع ناس كتير قوي من الناس اللي بتتعلم القواعد بالطريقة التقليدية، وبما أنها بتوقع خليني أقف. الكيفمان هنا مش بيتكلم ابدا عن الثلاث ايام، هو اصلا مش بيتكلم عن جمع ولا قصده يعدلنا ايام، هو بيتكلم عن المده، هل المده طويله ولا لا. يعني الجمله في الحقيقه المفهوم منها باطنا بيقول 3 days period is not forever. period يعني مده، يعني مده 3 ايام ليست مده طويله. شفت حتى بالعربي قلت ايه؟ ليست مدة طويلة، مش ليسوا مدة طويلة، مدة مفرد وهو هنا بيتكلم عن المدة. فلما بنتكلم عن المدة بنعملها معاملة المفرد، وعلشان كده هتلاقينا بنقول 24 hours is a day مش are a day، 7 days is a week مش are a week. تمام؟ طيب اسمع كده. But 3 days, I mean 3 days is impossible. But 3 days, I mean 3 days is impossible. شفت قال ايه؟ قال 3 days is، لانه بيتكلم عن المده، مده 3 ايام فقط مستحيله impossible. طيب نرجع للفيلم، هو كان بيقول ايه؟ 3 days is not forever. فهي ردت عليه وقالت is with this family. It is with this family. يعني بل هي كذلك مع هذه العائله. يعني مش مستحمله تفضل مع عائلتها في الكهف لمده 3 ايام متواصله، بالنسبه لها ده forever للابد. طيب بما ان دي اول حلقه وانا قصدي منها اوري لك نظام الشرح واخد رايك فيه، فانا هوقف هنا واطلب منك تقول لي التعليق على الحلقه دي على يوتيوب. هنزل جزء صغير جدا ما يزعلش يوتيوب في حاجه هناك، واطلب منك تقول لي تعليقك على الكورس اللي انت شفته هنا على طريق، وايه اللي تحبه يتعدل فيه وايه اللي تحب ان انا اضيف فيه. باذن الله مع بعض هنخلي ده افضل كورس افلام في العالم، فما تبخلش علينا برايك علشان جوده المحتوى. اسيبك هنا واشوفك مع حلقه جديده اطول باذن الله. شكرا مشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.